إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، لله ما أروع هذه اللحظات والتي يكون بها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في كتاب العزيز: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لترتفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليكن حال المسلم في كل أحواله مع الله سبحانه وتعالى ليناجي رب العالمين. إخواني، ظلم وقع علينا من أعداء الله عز وجل، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول الرب عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ومع السؤال 19 من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابية جليلة كانت من أوائل المهاجرين إلى الحبشة، قال لها النجاشي ملك الحبشة: إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطبك لنفسه ووكلني أن أعقد له عليك، فوكلي عنك من شئت. فوكلت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، وشهد على ذلك العقد عبد الله بن حذافة السهمي وجعفر بن أبي طالب. فمن هي؟ رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا. فمن هي؟ رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى. نعم إن أول غيث الندى سأروي به قاحلات المدى وأجعل منه سيول الشتاء وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا أسير وكل ضياء